on it. صايد لحظة شوي. كني مسوي هذا. وهي صاير تقول له محاط كريم أسعد. اوكي بوليد. هذا انا. راجع لا ما شاء الله تبارك الله على قولتك كأنك حاط الكريم مساج شوية يمكن المزيد على اللون شوية البياضة في الكاميرا لكن ما شاء الله واضحة ما شاء الله واضحة الصورة ما شاء الله خفيتها شوية الحين أوضح حاليا أوضح لكن ما شاء الله واضحة يا رجل هذا يبينها شوي تعديل أنا والله ماني عارف لها يا أخوي أنا ماني عارف لها بس يبينها شوي توضيح بس حبيت اوريك الطريقه شلون هني على العموم واصلني 59 بلس 20 اولسو ابو وليد قال اروج 60 دي بي ما شاء الله ثابت على 60 ما شاء الله تبارك الله يعطيك الصحه العافيه الله يهنيك بالجهاز الجديد ما شاء الله تبارك الله البدايه كنت على 20 وحاليا ما شاء الله 60 دي بي ثابت على 60 وما شاء الله اشوفهم شغالين ما شاء الله الجماعه عندك على في الصفحه نفسها في الشات شغالين جماعه رجل انا كنت طالع دي اكس قبل الفطور هذا الحلو اللي في الموقع خالد يعني اذا كان عندك كاميرا لايف تقدر تسويها هم يكون في تشات روم ويكون اللايف عنده الشاك يكون عندك لايف جايد روجي لا والله شغل حلو والله من فترة لو تتذكر المرة الماضية أول مرة طلعت أول مرة خبرتني عنها كنت موجود أنا في الشارجة عن ألفا برابو ألفا سكسون ألفا برابو والله يدق في بالي إنه سويه صراحة شفت وايد محطات صراحة أمس في الكلاستر وايد محطات حاطة هذا وحاطين اللينك وكذا الجماعة اشتغلوا ما شاء الله من حطات الجماعة اشتغلوا ما شاء الله رجع يا روجر هذا الموقع فري هذا الموقع فري خالد يعطيك الخدمة هذه الفا 61 برافو كيلو 9K2 واير 9K2 يانكي مايك الفا 61 برافو كيلو صحيح هي اعتقد في مجاني وفي فلوس الثانية اللي في عليها مبلغ اعتقد ان الكاميرا تكون افضل التصوير يكون افضل ما في تقطيع اعتقد شيء يعني مو متاكد لكن اتوقع شيء يعني رجل صحيح هذا ان شاء الله في القريب العاجل بس يبيلها يكون الكونكشن قوي عندك يبيلها يكون الكونكشن قوي على اساس يسوي ابلود طيب جود روجا لا ان شاء الله بنجربه ان شاء الله بنجربه على قولتهم ما شاء الله فان بزنس ما شاء الله تبارك الله 9K2 يانكي مايك الفا 61 برافو كيلو عموما وليد انا ما نطول عليك لاني رايح بروح اشرب شاي وعقب بروح للعمل الفا 61 برافو كيلو 9K2 يانكي مايك مشكور اخوي يعطيك الصحة العافية 9K2 يانكي مايك الفا 61 برافو كيلو اوقات سعيدة ان شاء الله ونتلاقى على خير ان شاء الله درب السلام ان شاء الله الله يسلم سلام عليكم وعليكم السلام